السلام عليكم طلاب، إن شاء الله تكونون بخير، إن شاء الله تكونون مرتاحين، وإن شاء الله نرجع المقاعد الدراسية بسلام. بالنسبة إلى محاضرتنا اليوم هي ليفر بلاد فلوكس. أخذنا الليفر فلوكس أعطتكم إياها دكتورة أنوار، واليوم راح نبدي بالبلاد فلوكس اللي هي يسموها الشيستوسوما، والمرض هو البلهارزية، والبلهارزية أيضا موجود بالعراق. اللي معروفة واللي مهمة بالنسبة لنا الشيستوسوما هيماتوبيوم اللي موجودة بالعراق، وشيستوسوما بنسوني اللي موجودة بمصر. فالشيستوسوما سبيشيز آر كوستيف ايجنت اوف تروبيكال ديزيز اللي هي يسموها الشيستوسومياسيس اور بلهارزية، اسم الديزيز شيستوسومياسيس او بلهارزية، وايضا احيانا يسموها سنيال فيبر اور بالهارزيه. يعني السنيال فيبر لانه السنيال مثل ما عرفتوا هو الانترميديت هوست مال كل الفلوكس مال كل التريماتود، وهذا مرض منتشر وموجود بموربيديتي اند مورتاليتي فيري هاي ان وورلد بوبوليشن. فعندنا مور ذان 200 مليون بيبل ار انفكتد وورلد وايد، موستلي ان فريش ووتر، ما يعيش في اي مكان، ما ينتشر في اي مكان، يحتاج الى الفريش ووتر. كان الليفر فلوكس يحتاج الى الشالو ووتر. السنيال اللي ينقل الليفر فلوكس او الفاشولا هيباتيكا هي مياه الامطار، مياه المستنقعات البسيطه، مياه الحدائق. زين هنا لا يحتاج الفريش ووتر، ريفر ووتر. زين وير ذير ار ماني سنيال which are intermediate host، لأنه الانترميديت هوست يعيش بمياه الأنهار، مياه دجلة، مياه الفرات، مياه النيل. زين there are five main species infected human، لكن المهمات إن خمسة اللي يصيب الهيومن، لكن المهمات أو الكمان هن ثلاثة اللي واحدة يسموها شيستوسوما بنسوني، شيستوسوما هيماتوبيوم، and شيستوسوما تشابانيكوم. ثلاثة هن الأكثر إصابة بالنسبة إلى الهيومن، لكن أكو اثنين هن يسموهن يعني identical إلى البقية، لكن geographical موجودات في مناطق محددة اللي هن شيستوسوما انتركالتيوم and شيستوسوما منكوني. هاي الشيستوسوما ايش تختلف عن باقي الفلوكس؟ تختلف عن باقي الفلوكس بشنو تختلف؟ أول مرة they have rather than three hosts. Second, they are dioecious, having male and female reproductive organ in separated individual. يعني ما تكون hermaphrodites، عندنا male and female. They infect their host by direct penetration the body surface rather being eating. تذكرون liver flux كانت تجينا عن طريق الخضروات الملوثة، عن طريق المياه الملوثة. هنا أنا راح يجي direct penetration. Infected stage يجي direct penetration إلى الهوست. There are intravesicular parasites عيش داخل الـ blood vessels. اللايف سايكل مالتها الفيميل طبعا discharge up to 300 egg per day singly into the mesenteric venule of the definitive host. هي وين تعيش؟ تعيش بالblood vessels. فالفيميل موجودة بالblood vessels تطرح يوميا 300 ألف إيج، مو على شكل عناقيد، مو على شكل كتل، تطرحها منفردة. وين تعيش؟ ما تعيش بأي blood vessels، تعيش بالميزانتريك vessels. هنا الإيج eventually abstract blood flow، طبعا الإيج راح ممكن أن تغلق blood flow in the venule causing a partial necrosis، راح يسبب في partial necrosis in the intestinal wall، لأنه الميزانتريك فينيول تغذي الانتستينال وول. فمن راح تطرح الفيميل الإكس راح تسوي obstruction إلى البلد فلو، فراح يصير partial necrosis بالوول مع الفينيولز وبالانتستينال وول. هنا الإك ممكن dropped up into the intestinal lumen and pass with feces. هنا ممكن ان تخترق الايج، طبعا الايج بيها
سباين بعدين راح نشرحها لكم، اللي يساعدها على اختراق الميزنتريك فينيول بعدين الانتستينال وول وتطلع الى اللومن مال انتستاين وثم اوتسايد اوف ذا هوست وذ فيسز. وين هاي راح تكون قريبه الى الريفر، قريبه الى الفريش ووتر، فراح تفقس مباشره افري سويمينج لارفا. هن وانس ذا ايج از ريليست تو ذا انفايرمنت، اول ما تطلع الايج الى الانفايرمنت اللي هي الريفر ووتر راح يصير هاتشينج الى الميراسيديا. ميراسيديا هاتش ايميديتلي اند ستارت سويمينج، راسا راح تسبح بواسطه السيليا مالتها بالريفر. اف ات هابن تو سويم انتو ذا سنيل it enter the snail and start its first life as a parasite. اذا الميراسيديا تعيش حياه حره تسبح بواسطه السيليا مالتها بالريفر، لكن تبدي بحياه الطفيلي اول ما تلقي السنيل المناسب وتخترقه وتبدي كباراسايت. الميراسيديا لما تدخل الى الباراسايت راح مباشره تتحول transform into sporocyst then second generation of sporocyst then circarium. اذا ثلاث اطوار تعيش بالسنيل هي الفيرست جينيريشن اوف سبوروسيست، سكند جينيريشن اوف سبوروسيست، then circarium. السيركيريا مثل ما تذكرون حتى بالليفر فلوكس هي اللي راح تغادر السنيل. فاذا السيركيريا emerge from the snail during daylight لازم مو بالليل، تتغادر بالنهار حتى اكو مجال للسباحه بالنهر. And they propel themselves into the water with the aid of their bifurcated tail. السيركيريا اللي موجودة بالليفر فلوكس كانت عندها tail بس مو bifurcated. bifurcated يعني مشطور، الذيل مالتها يكون مشطور. بينما بالنسبة إلى الليفر فلوكس مثل ما قلتكم يا دكتور أنوار ما كان مشطور. راح تغادر السيركيريا السنيل في يوم مشمس بالنهار، تسبح بالووتر لانه اصلا السنيل موجود بالووتر وبواسطه الباي فورك تيل. اكتفلي سيكينج اوت ذير فاينل هوست، هنا راح تبحث عن الفاينل هوست اللي هو هيومن. وين ذي ريكوجنايز هيومن سكن، هنا راح تجي الى السباحين اللي بالنهار يسبحون، وحتى احيانا تكون المسابح ملوثه بهذا السنيل وممكن نلقي هاي السيركيريا موجوده بالمسابح. فراح تميز الـ human skin they penetrate with it when they penetrate with a very short time. راح تخترق السيركيريا الـ human skin with a very short time. This is occur شلون راح يصير الاختراق اول مره. This is occur with the three stages. An initial attachment to the skin. أول مرة راح تلتصق بالسكن. أول ما تميز الهيومن سكن راح تلتصق بالسكن. Followed by circaria creeping over the skin, searching for a suitable penetration site, often hair follicle. And finally, then أول مرة راح تلتصق. ثم راح تبدي creeping على السكن. مال الهيومن تبحث عن المكان المناسب للفنتريشن مثل الهير فوليكل او ممكن اي جرح موجود او ممكن الحكة اللي يحكها السباح للجلد مالته، فممكن يساعد السيركيريا الى الاختراق. Then finally penetrate the skin into the epidermis and using proteolytic secretion from the circaria post acetabular then pre-acetabular gland. اذا السيركيريا عندها في الجلاند راح تخترق السكن بواسطه البري اند بوست acetabular. زين. On penetration the head of circaria transform into the endoparasite larva the schistosomula. من تخترق الهيومن سكن راح تتحول الى فد طور اخر يسموه الشستوسوميولا، وتتحول الى من سيركيريا الى شستوسوميولا. راح يدخل الهيد مال السيركيريا الى الهيومن سكن، يوصل للابيدير وتطرح
التيل مالتها outside of the host ويتحول الهيد الى فد مرحلة او فد طور اخر لاربة نوع اخر يسموها الشيستوسوميولا. الشيستوسوميولا هي الامتشور فلوكس، هي الشيستوسوما غير ناضجة غير بالغة. اوكي الشيستوسوما صغيرة الشيستوسوميولا. Each schistosomule spend a few days in the skin and they enter circulation starting at the dermal, lymphatic and venules. إذن راح تبقى كم يوم بالجلد وبعدين راح تدخل إلى circulation بواسطة أو ممكن lymphatic and venules. Here they feed on the blood recognizing the heme as a hemozine. إذن راح هنا تتغذى على الدم وتحول الهيم إلى هيموزين. The schistosomula migrate to the lung by 5 to 7 days post penetration. مثل ما نعرف هي راح تدخل إلى الفينيولز اللي موجودة بالجلد، وكل الفينيولز اللي موجودة بالجلد وين راح تروح؟ راح تروح للright side of the heart، والright side of the heart راح يطرحها إلى اللانج وتوصل إلى اللانج بواسطة 5 to 7 days. And then move via circulation through either the left side of the heart within the blood flow or to the right side of the heart again the blood flow to the hepatic portal circulation. أكثر من 15 يوم من راح تروح لللانج راح تقضي أو توصل إلى اللانج بواسطة 5 to 7 days راح تنمو أو تحتاج إلى الأكسجين هناك وتنمو إلى أو تنضج نوعا ما وتحتاج ان تروح الى الهيباتيك بورتال سيركوليشن خلال 15 يوم. من توصل الى الهيباتيك بورتال سيركوليشن شلون راح تتحرك؟ راح تتحرك اما فيا ليفت سايد اوف ذا هارت اللي هو ويا البلد فلو او الى الرايت سايد اوف ذا هارت اللي هو اجينست بلد فلو. من اللنج الى الهيباتيك بورتال سيركوليشن راح تختار طريقين، اما ويا البلد فلو أو against the blood flow. أما تروح للright side of the heart أو إلى left side of the heart. If it meet a partner of the opposite sex, it develop into a sexual mature adult and the pair migrate to the mesenteric venule. مثل ما قلنا إنه ال hepatic organs مالتها هي ال veins. وين موجودة الميزنتريك فينز، فحتى تنتقل من الهيباتيك سيركوليشن إلى الميزنتريك فينز ما تنتقل كشيستوسوميولا كميل أند فيميل، لازم تنتظر الأوبوزيت سكس مالتها. إذا كانت ميل راح تنتظر الفيميل، وإذا كان فيميل راح ينتظر الميل، راح يصيرون على شكل بير يتزاوجون، وهذا البير ينتقلون سوية ما ينتقلون كميل آند فيميل منفردين، يتزاوجون وينتقلون سوية متزاوجين العمر كذا. ميل شيستوسوما undergo normal maturation and morphological development into the presence absent or into the presence or absent of the female. إذن الميل لما يوصل إلى الهيباتيك سيركوليشن راح ينضج ويتحول جنسيا ويتحول الى adult male بوجود او عدم وجود الfemale. On the other hand, female schistosoma do not mature without the male. بينما الfemale ما راح يصير لها maturation الى ان يجي الmale ويصير التزاوج، هناك مباشرة راح يصير لها maturation. Female schistosomula from exhibit an immature single sex infection. إذن الفيميل ما تنضج جنسيا نهائيا إلى أن تشوف الميل. فإذا أكو single sex infection إذا كانت الإصابة فقط فيميل ما راح تنضج وما راح يصير الإصابة، ما راح يصير الهيومن، ما يصير بي شيستوسومياسيس، يحتاج إلى الميل آن فيميل. هي الطبيعة ماكو sex infection single sex infection، لكن هاي بعض التجارب يردون يجربون إذا كانت فقط أنثى، إذا كان فقط ذكر، فإذا كانت الإصابة فقط ميل، الميل راح ينضج لكن ما يلقي الأنثى، فأيضا ما يصير إصابة. الفيميل ما راح تنضج لكن ما راح تلقي الذكر، وأيضا ما يصير الشيستوسوما، ما يصير المرض. ينتظرون الميل تنتظر الفيميل، والفيميل ينتظر الميل،
حتى تصير الشستوسوما ويروحون الى الميزنتريك فينيولز حتى يسوون الديزيز مالتهم. The adult female worm reside within the adult male worm gynographic canal. الميل موجود عنده في channel او gynographic canal موجودة بال ventral side. هاي الكانال او الكانال راح تقعد بيها الفيميل حتى اثناء الزواج حتى اثناء التزاوج. فهنا الفيميل راح تقعد بهذه القناة which هسه هاي التعريف شنو الجاينوكوفريك كانال which is a modification of the ventral surface of the male forming a groove. The way of pair worm move again nust the flow of the blood to their neck in the mesenteric circulation where they begin egg production. أكثر من 32 يوم يبدون يطرحون الإيكس وتعاد اللايف سايكل من جديد وجديد which are deposited on the endothelial lining of the venule capillaries wall. The egg move into the lumen of the host اللي هي الانتستين and release into the environment of the feces. إذن هذا التسجيل صار ربع ساعة راح نتوقف وكمل. أوكي نبدأ بالجزء الآخر أو الجزء الثاني من المحاضرة. فوين وصلنا أنه بدأت التزاوج وطلع طرحة الأنثى الإكس إلى اللومن مال الانتستين وبتبدي تطرح الإكس. Distribution is critically depend on the availability of a suitable intermediate host. لازم نعرف انه الانتشار ما يكون في اي مكان. يعتمد على وجود السنيال في اي مكان. اللايف سايكل تعتمد على وجود السنيال. ولهذا المصريين اللي هم مصابين بشستوسوما منسوني من اجوا للعراق ما عدوا العراقيين لانه السنيال ما موجود. فاول السنيال يسموه بالانياس. هاي اريدكم تحفظوهن اسماء السنيالات. اللي هو ينقل شستوسوما هيماتوبيا اللي هذا موجود بنهر الفرات وموجود بنهر دجلة هذا موجود بالعراق يسموها بالانياس. والبايوموفيريا بايوموفيليريا هذا ينقل شستوسوما منسوني اللي موجود بالنيل والاندميك النيل اندميك بهذا السنيال. والانكوميلينيا اللي هو موجوده بشستوسوما هيماتو تشابانيكم واللي موجود بشرق اسيا. هذا هو رسم بسيط الى اللايف سايكل مال الشستوسوما. وهاي الباي فورك تيل سيركيري هاي الاكس الشستوسوما هيماتوبيوم تكون بيها السباين نهائيه او تيرمينال سنيل بينما لاترال سنيل بالنسبه للمنسوني وبالنسبة إلى تشابانيكم تكون منيوت سباين ما موجودة. زين إذا الميزنتريك فينيول بلو ريكتم لاينج الليفر والإكس والإكس هنا راح تنطرح بواسطة بالنسبة للهيماتوبيوم ويا اليورين وبالنسبة للهيماتوبيوم أو التشابانيكم ويا الستول راح تبحث لنا على السوتابل سنيل ورا ما تنطرح السيركير الميراسيديا. وداخل السنيال راح تتحول الى first and second generation of sporocyst بعدين السيركيريا والسيركيريا راح تغادر السنيال بواسطة bifurcated tail راح تتميز السكن of a human وراح الهيد مالتها يتحول الى schistosomula وتعيف التيل مالتها outside. هنا الميل and female دائما يكونون متزاوجين ويروحون اما الى البلادر او الى الميزنتريك فينيول مال الانتستين. شستوسوما هيماتوبيوم بيرفورم ذا فينس بلاكسس اوف ذا بلادر. اذا وين تعيش؟ تعيش بالبلادر او الفينس بلاكسس اوف ذا بلادر تعيش بالبلاد. بينما شستوسوما منسوني بريفير ذا انفيريور ميزنتريك فينس. بينما شستوسوما تشابانيكم بريفير ذا سوبيريور ميزنتريك فينس. از هابتيد لازم تعرفون كل شستوسوما شو تفضل يا بلد يا فينوس تعيش بيه. احنا نعرف يا بلد فلوكس نعرف انه تعيش بالفينوس لكن لازم كل
شيستوسوما او كل سبيشيز تعرفون هو وين يعيش وين يفضل. زين الكلينيكال ساين، الكلينيكال ساين تعتمد على الهجره مال او الحركه مال الباراسايت داخل الجسم. اول ما بدا بالسكن بعدين راح الى اللنج، ينتقل من اللنج الى الليفر، ومن الليفر يروح الى الانتستين او البلادر. زين فكل مرحله تذكرون اللايف سايكل، احنا بناء على اللايف سايكل راح نقدر نقسم الكلينيكال ساين. زين فالكلينيكال ساين الايج passes downstream but lodges in capillaries provoking an immune response. Within schistosome hematobium this tend to produce hematuria. اذا راح لما تبدي تحاول ان تطرح خارج جسم اذا كانت عن طريق اليورين بواسطه schistosome hematobium راح يكون hematuria. bacterial urinary tract infection, scarring and calcification of the bladder and squamous cell carcinoma of the bladder in the future. إذن لما تحاول أن تطرح الإكس outside وسوي النكروسز بالوول مع الانتستين أو البلادر فش راح تطرح وياها دم راح يصير هيماتوريا، ثم هاي الجروح راح يصير بيها سكارينج ويصير بيها دعين calcification. أي سكار هي ريسكي إلى البلادر، فبعد 10 سنين لاحظوا انه هو راح يصير بلادر كانسر سكويموس سيل كارسينوما بالبلادر نتيجه الى الاصابه السابقه بالشيستوسوم. الايج سكيب ثرو هيماتوريا راح تطرح الايكس بواسطه الهيماتوريا اند فيتال رينر فيلير كان ديفلوب. يورينري بلاد فلوكس من هي اللي هي الشيستوسوم هيماتوريوم. In the urinary from the disease, the patient may have a single symptoms, a sign and symptoms of urethral and renal damage, ending a fatal uremia, and infected human might die of bladder carcinoma many years after being infected. مثل ما قلنا انه بعد سنين ممكن ان تنطرح، ممكن راح يتحول السكار الموجودة بالبلادر إلى كانسر ويموت المريض نتيجة إلى هذا الكانسر. هاي بالنسبة للشيستوسوم هيماتوبيوم اللي هي موجودة بالعراق. With schistosoma mansoni and chapancum this tend to plug up to the circulation of the liver لأنه هذا الدم هو صحيح موجود بال large intestine لكن طبيعة الدم راح يروح اول مره للبورتال سيركوليشن ويرجع الى الانتستين. فهنا السيركوليشن من يروح الى الليفر producing portal hypertension, abdominal edema and hemorrhoid. هاي بالنسبه الى المسوني. When hemorrhoid burst and bleed the egg escape the patient can bleed to death. إذا هنا المريض يموت نتيجة البليد يصير بالهيمورويد اللي موجود بالإنتستين. Intestinal blood flux اللي هي من هي schistosoma mansoni and schistosoma japonicum هي intestinal blood flux، بينما urinary blood flux هي الهيماتوبيوم. Early symptoms are diarrhea, dysentery and abdominal pain. Symptoms of later stage include anorexia, weight loss. Many of intestinal, maybe intestinal trauma, tumor, sign of portal hypertension and hepatic insufficiency are also evidence. Pathology. An acute pathology. Circarial dermatitis, اللي يسموها swimmer itch. Skin rash. That can accompanied by lesion and can persist for days. Occur upon massive penetration of the skin by circaria. أول ما تجي السيركاريا تجي تخترق الجلد راح تسوينا طبعا وين هاي السباحين يسبحون بالنيل ويسبحون بالفرات ويسبحون بالدجلة.
حتى بشرط الديوانيه اللي يسبحون ايضا موجود هذا السنيال، وممكن يصير عندهم حكه السباحين، فراح يبدي الجسم يحكه نتيجه الى البنتريشن مال السركيريا، وهذه فتره وتروح بحدود فيو دايز يفسروها، والمريض يهمل نفسه انه سابح بمي وسخ، صارت عندك حساسيه فيهمل الموضوع. وراها لما تحولت ودخلت الى سيركوليشن راح تجينا الطور الاخر اللي هو الكاتاياما فيفر. اذا بالنسبه للاكيوت باثولوجي اول مره السيركيريير ديرماتايتس اللي ايضا يسموها سوومر اتش، بعدين الكاتاياما فيفر، وين من الشيست سوما توصل الى البلط. Is a systemic hypersensitivity reaction against the migration of schistosomia. The disease fever, fatigue, malaise start suddenly in a few weeks or even months after the primary infection. Most patients recover spontaneously after 2 to 10 weeks. This type of illness is not common in individuals who live in area that are endemic of schistosomiasis. It occurs in state in these people who have no previous history of exposure. إذا الكاتاياما فيفر من توصل شيستوسوميولا إلى البلد راح يصير باراستيميا، الباراسايت بالدم اعتيادي، راح يصير سخونة، يصير تعب، يصير لعبان نفس، يصير فتيك. هذه طول من 2 إلى 10 weeks. وبعدين تروح spontaneously، وهذه ما تكون او ما تتواجد في كل واحد ينصاب الكاتاياما فيفر، راح تكون بالنسبه الى الانديميك اريا، بالنسبه الى الناس اللي موجوده عندهم او الاصابه تتكرر، ما راح تصير عندهم الكاتاياما فيفر، راح تصير عند الناس اللي اصابه اولى ما عندهم اصابه سابقه. هذا بالنسبه للاكيوت باثولوجي. بالنسبه الى الكرونيك باثولوجي urinary schistosomiasis اللي هي اسمها schistosoma hematobium، وين اللي تعيش بالurinary bladder plexus، والintestinal schistosomiasis اللي هي schistosoma japonicum اللي تعيش بالsuperior mesenteric venules، والhepatic schistosomiasis and hepatosplenic schistosomiasis تسببنا schistosoma mansoni اللي تعيش بالinferior mesenteric venules. بالنسبة إلى الجينيتال شيستوسومياسيس هي تسببها الشيستوسوم منسون وشيستوسوم هيماتوبيوم، بالمناري شيستوسومياسيس تسببها شيستوسوم منسوني، ونيورو شيستوسومياسيس اللي هي تشابانيكام اند هيماتوبيوم. هاي يعتمد على وجود الاكس، لان اكو بعض الاكس راح تروح او تيه الى اماكن اخرى، او الشيستوسوميولا راحت الى اماكن اخرى وتحشر هناك، ما تتكون ما توصل الى adult stage، فراح تسبب لنا ديزيز نتيجه الى الاورجن اللي حشرت بيه او الافكتد. الباثولوجي الاوفر ار انيشيالي ديبوست ان ذا ماسكولاريس بروبيريا. ماسكولاريس بروبيريا وين هاي موجوده؟ ماسكولاريس بروبيريا اللي موجوده بالفينوز، which leads to the ulceration of the overlying tissue. راح يسوينا ulceration بالover lying tissue لما تنطرح الايج بالmuscular properties. Infection are characterized by prolonged acute inflammation, squamous metaplasia, blood and reactive epithelial changes, granulomatous and multinucleated agent giant cell may be seen. هذا هو الباثولوجي. من اجي اسوي سكشن مال باثولوجي راح اشوف هذا الاعراض. Some of deposit egg reach the outside environment، مثل ما قلنا اكو بعضهن راح يطلعن ويا الفيسز ويا اليورين، لكن مو كلهن راح يطلعن، وهنا المشكله. سبب الديزيز وسبب الباثولوجي هي الاكس، الاكس اللي تنطرح، فبعضهن راح يروحن الى الانفايرومنت باي باسنج ثرو ذا وول اوف ذا انتستين، the rest of the swept into the circulation and the filtered out of the out into the pre portal tract of the liver resulting in the pre portal fibrosis. Onset the egg lying in human is sometimes associated with an onset of fever اللي هي كاتاياما فيفر احيانا.
زين. This acute schistosomiasis is not, however, as important as a chronic form of the disease. الكاتاما فيفر والسويمنج اتش والسويمر اتش هذه بالاكيوت ستيج مو مهمه بقد الكرونيك لما الايج راح تحشر ببعض المناطق مال البورتال سيركوليشن او اليورينري سيركوليشن وراح تؤدي الى الفايبروسيس والنيكروسيس والممكن اللي يصير ريسكي الى التومر لان سوينا جرانيوميتس فورميشن او جرانيوميتس رياكشن. جرانيولوما فورميشن از انيشيتد باي انتيجين سيكريتد باي ذا ميراسيديا ثرو ذا مايكروسكوبيك بورس with the red egg shell. The granulomata formed round the egg impair blood flow in the liver and consequently induce portal hypertension. إذن الايج من راح تحشر الايج شبيها بيها الميراسيديا. الميراسيديا تبدي تطرح لنا فت انتيجين يطلع بواسطة فت فتحة موجودة بالايج وهذا راح يحفز لنا الجرانيولوما اللي راح تتكون حول الايج نوع من انواع الدفاع مال الجسم. لما يتحول الجرانيولوما راح يمنع البلد فلو مال الليفر وراح يسوينا بورتال هايبرتنشن. With time collateral circulation is formed and the egg dismounted into the lung where they cause more granulomatous pulmonary arteritis and later copulmonia اللي هي شن هي copulmonal اللي هي primary right heart failure. اذا ممكن ايضا يتحول primary right heart failure. ايضا راح نتوقف الربع ساعة الثانية وهذا الجزء الثاني. نبدأ بالجزء الثالث من المحاضرة. الهيباتيك شيستوسومياسيس اللي هي من هي شيستوسوم هيماتوبيوم اند منسوني والمنسوني اللي موجوده بمصر واللي مات بيها عبد الحليم حافظ. Is the most important egg become lodged in the liver leading to the high blood pressure through the liver. The blind drop of the fluid to the abdomen. طبعا راح يصير ascites. Enlarged spleen, granulomatous here giving rise of the, to the fibrosis of the liver and hepatosplenomegaly in severe cases. راح المريض يتحول إلى splenohepatomegaly ويصير عنده ascites نتيجة إلى accumulation of the blood in the abdomen نتيجة إلى الانسداد اللي صاير بالblood flow والpressure مال blood. Intestinal schistosomiasis, أيضا schistosome mansoni, schistosome hematobium. The egg become lodged in the intestinal wall and cause immune system reaction called granulomatous reaction. This immune response can lead to the obstruction of the colon and the blood loss. راح يسوينا انسداد بالكولون وراح يبدي blood يفقد bleed راح يصير. And potentially life-threatening dilatation or swelling area in the oesophagus and gastrointestinal tract that can tear and bleed profusely اللي يسموه oesophagus varies oesophageal varies. ايضا راح يصير عندنا دوالي الاوزوفيغس وراح يؤدي الى البليد وممكن ايضا المريض يموت نتيجة الى الفاريس ونتيجة الى البليد اللي يصير. Nervous form اللي هو cerebral schistosomiasis اللي يسبب لنا المنسوني والهيماتوبيوم احيانا راح يصير واندرينج الى الباراسايت ويوصل الى البرين فرير اللي هي هذه. Central nervous system is affected individually with chronic active schistosomiasis may not accompanied by tropical symptoms. هنا انا a contributing factor to portal hypertension is سايمر فايبروسيس نوع من انواع الفايبروسيس اللي راح يصير بالليفر يسموها سايمر فايبروسيس وهذه فد مناطق بيضة نشوفها تشبه البايب موجودة بالليفر وفد علامة مهمة وممكن ايضا يجيكم تعريف لسايمر فايبروسيس. فالسايمر فايبروسيس اللي هو develops
around the branches of the portal venules. The branches of portal venules وين موجودة بيها؟ موجود بيها الشيستوسوما. فراح يصير فد fibrosis around this characterized by pipe-shaped fibrosis formed around the hepatic portal vein in some cases of long continued heavy infection with schistosoma mensoni. مستمرة الإصابة وفترات طويلة من الإصابة بالشيستوسوما مينسوني راح يصير fibrosis around the portal venules وراح يكون شكلها على شكل pipe. هذه يسموها سايمر فايبروس. زين. Thought to be induced by the presence of large number of schistosome egg in the hepatic tissue. نتيجة لوجود كميات هائلة. الأنثى تطرح قلنا 200 مليون بيضة. فكميات هائلة من البيوض راح تكون موجودة بالهيباتيك تشو. This fibrosis occur only many years after the infection. And apparently is caused in a part or by suitable egg, soluble egg antigen and various immune cells which react to them. هذا اللي السبب مع الموت عبد الحليم حافظ نتيجة إلى الليفر سيروسيس والفايبروس تيشو اللي صار بالليفر نتيجة إلى سنوات طويلة من المعاناة مع الشيستوسوما مينسوني. دايجنوس شلون شخص ديزيز؟ الديزيز الشخص بعدة طرق. أولا اعتيادي راح نلقي المفروض نلقي الايج موجودة باليورين إذا كانت شيستوسوما هيماتوبيوم أو بالستول إذا كانت منسوني أو تشابانيكوم. For the identification of the egg in the stool, egg of شيستوسوما منسوني are approximately هذا الحجوم أنا ما راح أطلبها بس لازم تعرفون إنه المنسوني هي اللاترال سباين بيها. بينما الهيماتوبيوم هي terminal spine. The diagnosis is improved by the use of CATIS technique. CATIS technique, a semi-quantitative stool examination technique. هذه أنا سنوياً أنطيها واجب للطلاب. فالواجب لهذا الأسبوع هو الكاتو CATIS technique تنطوني إياها. على التليجرام على الخاص كواجب. طبعا الانزيم لينكد اميونوسوربنت اسي هي الاليزا ايضا من الطرق المناعيه اللي تستخدم لتشخيص الديزيز وايضا الانترلوكين 13 واللحظه انه يصعد وايضا نوع من انواع التشخيص بواسطه. التريتمنت اللي هو براز كوانتيل للدق للديزيز وايضا هذا يكون افكتيف اذا كانت الحاله في البدايه وما متكون الجرانيولوما ممكن يقضينا على بالهارزيه ممكن يقضينا على الديزيز كبالهارزيه لكن الفايبروما اللي تكونت او الجرانوميتاس رياكشن اللي يتكون هذا ما يعالج البراز كوانتيل هذا راح يبقى بعد سنوات ويتحول الى كانسر بالمستقبل. البريفنشن اعتيادي البريفنشن احنا لازم نعالج الحالات المصابة ونسوي إليمتيشن للسنيل وايضا نسوي بروفلكتيك تيست دوز الى الاطفال مع المدارس بالصيف الناس اللي تسبح بالانهار نمنع الاصابة نسوي ايضا تثقيف الى المصاب الناس حتى ما يسبحون بالأماكن الوسخة بالتعقيم المسابح باستمرار فحص مستمر إلى الأنهار حتى نقدر أن نتخلص من الجزيز. وشكرا جزيلا وأتمنى أن ما أكون طولت عليكم وإن شاء الله نلتقي بعد العيد.